السلام عليكم ورحمة الله. عامان من الحرب أطلقت فيهما على مدينة تعز آلاف القذائف ومئات الصواريخ وأطنان من القنابل والأعيرة النارية والألغام. حرب فرضت على المدينة فرضا، حرب حاول المدنيون من سكان المدينة منعها منذ اللحظة الأولى بكل السبل السلمية الممكنة. تظاهروا ضدها، عبروا عن رفضها بكل ما هو متاح، فأمعنت الميليشيا في القتل والتنكيل، وكان لابد مما ليس منه، فتحول المدنيون إلى مقاتلين. طلاب المدارس، المعلمون، الباعة المتجولون، بل وحتى الصيادلة والأطباء والمحامون وأساتذة الجامعات، كلهم اصطفوا مقاومين مضطرين للدفاع عن أنفسهم، عن مدينتهم ومدنيتهم، في وجه ميليشيا غازية جمعت أراذل الخلق تحت شعار الموت واللعن والخراب. في هذه الحلقة من برنامج لست وحدك نشاهد حكاية أم لثلاثة شهداء لم يخططوا قط لحمل سلاح في حياتهم. نتابع ثم نعود. كانوا مدنيين وبعدين لما نزل الحوثي المعتدي إلى أرضنا، فهذا واجبنا أن احنا نقوم بالدفاع عن عرضنا وديننا وعقيدتنا. كانوا طلاب بالثانوية، وقع هذا ما اعتدوا لنا لهنا. تعز خرجت ضد الانقلاب، انقلاب علي عبد الله صالح والحوثي. احنا نقول احنا خرجنا نبحث عن دين وعن وطن، لن نستسلم ولن نرجع للوراء، وان شاء الله بالقريب العقل على جبل مران ان شاء الله. صلاح اول اصابه اصيب بالجحمليه، والاصابه الثانيه اصيب بالرباشه، والاصابه الثالثه اصيب بالصراري، والاربعين كان الشهاده. والاخ ماجد اصيب في برباشه وكانت شهادته في الاربعين، والاخ محمد شهيد في الصراري. الحمد لله قدمك الشهيد محمد عبد الله علي قائد احمد المخلافي، وقدمك الشهيد صلاح عبد الله علي قائد المخلافي، وقدمك الشهيد اليوم ماجد عبد الله علي قائد المخلافي، وانني متهني لهم الموتى، وانهم مجاهدين من اول الحرب. يا قواحم من صلاح تعور اولا بالرجل بشارع بالمقوات وروح وقاعد، وثاني ورجع قطف يد بساحة برباشة، وثانيا على الثانية رجع عد الساعد بساحة الطراري وواضح، وثانيا مثل محمد الشهيد محمد أذلك يتشهد بساحة الطراري، وثانيا صلاح رجع شتت بساحة الأربعين، ثانيا انترح بكله والحمد لله. واني راضي ما رضي لي الله به، واني شرف انفسهم عند الله تعالى، ولهم الرفعة والشرف عند الله تعالى والحمد لله. وعادني مع ستة إن شاء الله، واني ذلك معهم سقاهد إن شاء الله بإذن الله. شن حر على ديننا وعلى العقيدة وعلى الدين والإسلام، ما منس طمع بهذا الحاجة بأمر الدنيا، عاب أحسن من الجهاد، عاب أحسن منه. بس هي هذا الصح، هي هذا الصح. مش أقول لك إنهم مجاهدين يدوروا والحاجة تنفقات، لا، إنه لما عملهم عمل صالح شتهدوا في 40 والحرب شارع التحرير، وهم قدموهم على العقيدة وعلى شتهدوا في شارع 40. يعني على النية، هم منوين على الشهادة ويتمنوا الشهادة،
لما يا عيالك كارهين نفسكم ما عادش احسن من هذا ما عادش احسن من هذا احسن من الدنيا وما فيها والحمد لله. انا ابشر هذا الحمد لله الحمد لله قدمكم ثلاثه وعاد انا بعيش اقدمهم من اولهم لاخرهم ان شاء الله. اول شهيد عز الدين عبد الله قاسم بن بنتي. ثاني شهيد احمد محمد سعيد. ثالث شهيد محمد عبد الله. رابع شهيد صالح بن عبد الله علي. ثالث شهيد ماجد بن عبد الله علي الله يرحمهم جميعا. الله يجعلهم من الشهداء الله يجعلهم يسعدونا ان شاء الله انهم سبيل الدين لله تعالى. والله يا ابني انني اقرا القران بالليل ويكون من غرفته بالليل كنا عندي يشوف انني السوره انني قرأتها تمام أجري أقرأ سورة البينة أي سورة يما والله تعرفي يما تقرأي يفرح فرح خلي على الله من فرح يما أنا والله ما أقدر أنا أقرأ هذه السورة مثل ما تقول المهم كان يفرح يشجعني. لا شك أن كل بيت في تعز عانت من هذا العدوان ومن هذا الصرف المليشاوي الإجرامي بشدة من الأسر من فقدت أحد أبنائها أو اثنين أو ثلاثة. نحن نشيع اليوم الشهيد ماجد المخلافي أخو الشهيد صلاح أخو الشهيد محمد ثلاثة شهداء أيضا نشيع الشهيد عبد الله الخليدي وهو الثاني لإخوانه في بيت واحد. كثير من الأسر تعاني من شهداء وجرحى لا شك. هذه ضريبة نقدمها لتعز نقدمها من أجل الدين من أجل العرض من أجل الكرامة من أجل الدفاع عن أنفسنا وعن عقيدتنا. لا شك أن الحوثي وميليشياته والمخلوع وعصابته هؤلاء المجرمون استباحوا دماءنا استباحوا أعراضنا واستباحوا أرضنا. كان لابد من الدفاع عن ذلك كله. دافعنا بكل ما نملك وسندافع حتى يفنى آخر فرد من أبناء تعز. لن نكل ولا نمل حتى ينصرنا الله عليهم أو يظهر الحق إن شاء الله عز وجل على أيدي هؤلاء الثلة المؤمنة المجاهدة في كل المواقع والجبهات. أنا مثل سلمكم لله تعالى وانا متهنى هم اديهم الا امانه اخذ امانته حق الله تعالى وهذا اختبر الله تعالى يختبرني هذا اختبر احسن اختبار احمده واشكره من حبوني لما اختبرني هذا الاختبار احمده واقعده الحمد. وعاد احنا يا ابني يا ويلنا من الله من تقصيرنا علو الحمد لله. منذ 22 مارس 2015 وحتى اليوم لم يجف الدم في تعز يوما واحدا. لم يمر على تعز يوم دون دم يسيل ولا لحظة دون رصاصة تطلق. يدفع المدنيون من دمائهم وحياتهم خسائر لا يجبرها تعويض. فالأرواح التي أزهقت في تعز بالآلاف أغلبهم من الطلاب وحملة الشهادات العلمية ومحترفي المهن الصناعية. لا يفرق الرصاص والقذائف بين من اختار المقاومة وتقدم إلى خطوط التماس وبين من آثر السلامة وأغلق على نفسه باب بيته. فكم رأينا في برنامجنا هذا من ضحايا قصفوا في بيوتهم التي أغلقوها على أنفسهم وأطفالهم. وكلما تلقت الميليشيا الهزائم على أيدي المقاومين أمعنت في الانتقام من المدنيين واستهدافهم بشتى الطرق وأبشعها. فلم تعد المقاومة خيارا إذن بل سبيل النجاة الوحيد. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي من تعز والمحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي من فيينا للحديث عن حقوق المدنيين في أوقات الحروب والنزاعات وأحكام القانون بشأن المدنيين المقاتلين والأحكام التي تنطبق عليهم. ابقوا معنا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي العزيزين المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي من تعز والمحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي من فيينا. مرحبا بكما. نبدأ مع الأستاذ ياسر، كيف يمكن تأصيل حق المدنيين في الدفاع عن أنفسهم ومتى يصبح الأمر واجبا عليهم؟ أهلا بك ومشاهدي قناة بلقيس الكرام. بداية، حق المدنيين في الدفاع عن أنفسهم حق مشروع في القانون اليمني وفي المواثيق الدولية. القانون اليمني اعتبر حالات الضرورة تجيز للشخص الدفاع عن نفسه وماله وعرضه ونفس الغير ومال الغير وعرض الغير أيضا، إضافة إلى أن المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدتي لاهاي في العامين 1988 و 1907 نصت على حق المواطن الشعوب في الدفاع عن نفسها، أو المواطن تحديدا في الدفاع عن نفسه في حالة التحرير أو الاستقلال أو أي هجوم ممكن بالإمكان أن يتعرض له. هذه المواثيق الدولية التي أجازت للشعوب حق الدفاع عن نفسه هي حق أصيل، أجازت للشعوب أيضا تكوين حركات استقلال أو حركات مقاومة ضد ما يعتبرونه تهديدا لكيانهم أو وجودهم. نعم. وما هو حاصل في تعز من تشكيل لمقاومة مسلحة أو حركة تحرير مسلحة في المدينة هو حق المشروع أجازته هذه المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. هذه المواثيق وهذه المجالس الأممية أجازت للمواطنين حق الدفاع عن أنفسهم في أي خطر يتهدد كيانهم. في تعز تشكلت هذه الجماعات، الجماعات المقاومة التي أعلنت التزامها بالحكومة الشرعية أو ولائها لحكومة الرئيس هادي. نعم. إذن نحن أمام محاربين لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من التزامات رصتها مواثيق اتفاقيات جريف ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. نعم. هؤلاء المحاربين مثلما أن لهم حقوق في سنأتي إلى واجباتهم أو إلى ما يجب أن يلتزم به المدنيون الذين تحولوا إلى مقاتلين بالاضطرار، لكن ننتقل إلى الأستاذ توفيق لنسأل كيف يمكن محاججة منظري الميليشيا الذين يعني يطرحون أن ما قامت به الميليشيا من سيطرة على الدولة هي أصبحت سلطة أمر واقع، وبالتالي هي الدولة هنا وهي يعني بجيش الدولة الذي نهبت تقوم بملاحقة وبمواجهة جماعات مسلحة، كيف يمكن الرد على هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبضيفك وبجميع المشاهدين. مرحبا أنا بلقيس والأستاذ الكريم. أقول في حقيقة الأمر حق الدفاع عن النفس متعلق بمبدأين اثنين. الأمر الأول متعلق بحق الكرامة الإنسانية، على أن يعيش الإنسان كريما عزيزا متساويا في ظل دولة تحكمها القانون. نعم. الأمر الثاني في هذا الأمر أن المقاومة أو مثل هذه المقاومة بالذات تأتي كحق طبيعي من أجل الضمان أو من أجل الدفاع عن حقوق أساسية لهذا الإنسان وعلى رأسها حق الحياة. كما ذكر الأخ الكريم، القانون اليمني كان واضحا، الاتفاقيات الدولية كانت واضحة، وفي الدخول في التفاصيل ستجد أن هذه من حق الإنسان أن يحمي حقا يحميه القانون. هذا الحق الذي يحميه القانون ستجد وفق القانون اليمني أو القانون الدولي أو الأعراف السماوية أو الأرضية بأن حق الحياة هو أعلى وأغلى الحقوق التي يجب أن تحمى. وبالتالي في مسيرة الميليشيات بشكل عام من صعدة إلى اليوم وجدنا أن أعلى حق يمكن أن ينتهك في كل التقارير التي تكتب هو حق الحياة.
يقتل الإنسان بدم بارد أمام أهله، يقتل تحت سياط التعذيب، تفجر صحيح. بيته، بمعنى أن كل الحقوق الأساسية لهذا الإنسان تم انتهاكها، وبالتالي أصبح هذا الإنسان أو الإنسان اليمني بالشكل أخص محصورا في مكان ضيق ليس له فيه إلا أن يدافع عن نفسه، هو بين خيارين اثنين. ولذلك ستجد حتى القوانين الدولية تحدثت عما يسمى الهبة الشعبية والهبة المسلحة، عندما تجتاح قوة دولة معينة. ورأينا هذه الهبات رأي العين في عدن وفي ضالع وفي مأرب من قبل الجميع، وهكذا في كل المناطق اليمنية. لكن العجيب أستاذ توفيق لو سمحت لي، العجيب أن الميليشيا انطلقت إلى كل المناطق في المحافظات وإلى المدن تحت يافطة الدفاع عن النفس، كيف يمكن محاججتهم وهم يستخدمون هذه الحجة أنهم جاءوا للدفاع عن أنفسهم؟ يعني أيضا أستاذ الكريم، قضية الدفاع عن النفس لها معايير وضوابط محددة في القانون في الدستور اليمني أو في القانون اليمني بشكل خاص، خاصة في قانون العقوبات وقانون الجرائم الجزائية له ضوابط معينة، بمعنى أن لا يمكن أن تستخدم قضية السلاح أو الدفاع عن النفس إلا في حالات معينة، كما ذكرت أنه يكون هنالك حق. الأمر الثاني أنه لا يكون هنالك مجالا إلا أن تستخدم السلاح للدفاع عن نفسك. بمعنى هل ستجد أن الميليشيات التي انطلقت أصبحت هي المعتدي، هي التي تمتلك السلاح، هي التي تمتلك الخيارات الأخرى، وبالتالي هذه الحجة أستاذ الكريم ليس لها أي قوة أو لا يمكن أن تتماسك أمام كواشف القوانين، كواشف المواد القانونية سواء الداخلية أو الخارجية، ولا يمكن أن تستقيم أمام المنطق السليم والطبيعي، لأن الميليشيات اليوم ليست هي المعتدى عليها وإنما هي المعتدية، هي وباعترافها هي نفسها وبسلوكها الذي اليوم يرصد على مستوى الأراضي اليمنية. اليوم الميليشيات لم يأتي لها أحد إلى بيتها، لم تهاجم في صعدة، لم تفجر بيوت قاداتها، بل إن الإحصائية أخي الكريم التي تم تسريبها عن قتل الميليشيات في شهر يناير 2017 بيّنت أن عدد القتلى من محافظة صعدة لم يتجاوز الأربعة. أربعة من صعدة. أربعة من صعدة، بمعنى أن هؤلاء الذين خرجوا من بيوتهم لمهاجمة الناس في بيوتهم أصبحوا هم قادة وأصبحوا أصحاب أملاك وأصبحوا يديرون المعركة من بعيد. ستجد أن ألسنة الحرب لم تلتهم إلا أولئك الضعفاء المساكين، خاصة من أبناء القبائل والفلاحين. نعم بالضبط، وبالتالي اليوم لا يمكن التحقق بهذه الحجة الواهية. اليوم الميليشيات لم يعتدي عليها أحد، هي التي تعتدي على الناس في كل مكان. نعم، بالعودة للأستاذ ياسر، ما هو القانون الذي ينطبق على المدنيين الذين في حالة دفاع عن النفس أو المدنيين الذين تحولوا إلى مقاتلين؟ بداية كما ذكر الأستاذ توفيق الحميدي فهمنا أن الدفاع الشرعي لا يكون إلا في حالتين، الضرورة وبشرط التناسب ووجود خطر محدق. نعم. هنا يصبح الدفاع الشرعي كالذي عليه الحال في كثير من مواطني وشباب محافظة تعز الذين انخرطوا في جماعات مسلحة أو مقاومة أو حركات تحررية ضد ما يعتبروه تهديدا لكيانهم ووجودهم وحقهم في الحياة. نعم. هنا المواثيق الدولية التي تطبق على مثل هذه الحالات أو حالات الدفاع الشرعي هي أولا كما ذكرت معاهدتي لاهاي في العام 1988 و 1907، إضافة إلى ما نصته ما أقره ميثاق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في أحد اجتماعاته في تيمنا. نستطيع القول أن القانون اليمني أولا ينطبق على هذه الحالات التي على حالات المدنيين المدافعين عن أنفسهم، إضافة إلى المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة. هذه الاتفاقيات التي تنطبق على القوات المسلحة في حالات المنازعات الغير دولية هي أيضا تنطبق على المتحاربين حال ما تشكلوا في جماعات مسلحة لها قياداتها ولها شاراتها المميزة. في تعز هناك جماعة مسلحة تطلق على نفسها جماعة المقاومة
لها قيادات معروفة، لها شارات محددة تعلن ولاءها لحكومة لسلطة شرعية أو حكومة شرعية. إذا نحن أمام حكومة وسلطة شرعية، يعني انطلاقا من قوانين أو 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 من قرارات دولية أممية يعني لا يمكن تجاوزها. نعم نعم نعم، وقرار مجلس الأمن 2216 جاء في هذا السياق الذي دعم هذه السلطة وأيد أو وأدام سلطة الأمر الواقع التي سيطرت على مؤسسات الدولة، سيطرت على العاصمة صنعاء، أدامتها وأوجبت عليها تسليم. هل يمكن أستاذ ياسر، هل يمكن أن تكون هذه التشكيلات الشعبية المقاومة هي إحدى أدوات تطبيق القرار الدولي 2216؟ هل يمكن تكييف الأمر هكذا؟ نعم بكل تأكيد، هي ما دامت أعلنت ولائها للسلطة الشرعية فهي بالقانون الدولي تسمى تشكيلات شبه عسكرية. نعم. بمعنى أنها لا ترقى إلى تشكيلات القوات المسلحة النظامية والمنضبطة، إنما التشكيلات شبه العسكرية ينطبق عليها ما ينطبق على التشكيلات العسكرية، وتعتبر هي إحدى أدوات تطبيق قرار مجلس الأمن ما دامت أعلنت ولاها للسلطة الشرعية التي أويدت بقرار مجلس الأمن 22/16. نعم. هذا ما ينطبق على الحركات التحررية في مدينة تعز أو كل المحافظات في بقية المحافظات. نعم. نعود للأستاذ توفيق، كناشط حقوقي كيف يمكن أن تقيم مدى التزام المقاومة الشعبية، وعموما هي الآن أصبحت يعني ضمن تشكيلات الجيش الوطني وجاري الدمج وإلغاء المسميات الفئوية يعني، لكن بشكل إجمالي كيف يمكن أو كيف تنظر كناشط حقوقي إلى مدى التزام المقاومة بالقوانين والمعاهدات التي تفرض عليها الكثير من القيود فيما يخص يعني عدم الانتهاكات وهذه التفاصيل؟ نعم أستاذ الكريم، نحن الفصائل المسلحة وشبه العسكرية التي تخوض مثل هذه الحروب أصبحت ملزمة بالالتزام بالقوانين الدولية وخاصة بالقانون الدولي للإنسان وقانون حقوق الإنسان. ونحن في اليمن بشكل دقيق نستطيع نقول أننا في حرب، وبالتالي هذه القوانين والاتفاقية لم تصاغ إلا من أجل كبح جماح هذا الإنسان الذي قد يندفع بصورة منفلتة. نعم. مستغلا عدم وجود الدولة، ضعف الهيمنة هيمنة القوانين والدساتير من أجل انتهاك الطرف الآخر، خاصة بأن الحرب تخلق نفسيات مشوهة ومتوحشة بطبيعة الحال الانتقام إلى غير ذلك. نعم. اليوم الفصائل المقاومة سواء التي توجد في أي مكان نحن رصدنا يعني نوعا ما يوجد انتهاكات، لا يمكن أن ينكر ذلك أي إنسان، تمت أخطاء يعني أكثر من بيان، لكن نستطيع أن نقول أن حجم الانتهاكات ربما التي ترتكب من قبل هذه لا يضاء أو نسبة بسيطة جدا ربما لا تتجاوز 1% من حجم الانتهاكات الموجودة اليوم على الساحة اليمنية. لكن هذا أمر طبيعي في ظل الحروب، لكن نحن نتمنى من المقاومة بشكل عام أو أن تلتزم التزاما حرفيا، خاصة ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، ما يتعلق أحيانا بالانتقام من الخصوم. نعم. ما يتعلق أحيانا إلى مثل هذه لم تشهد على الأقل لم يظهر على الإعلام خاصة إعلام الميليشيا أي انتهاكات ومحاججات يمكن أن تثبت يعني ولو 1% من ما تقوم به الميليشيا من تفجير المنازل وتهجير للقرى. نعم. ويعني اعتقال الناس في الطرق، ويعني لدى الميليشيا الآن 13,000 في بعض التقديرات مختطف مخفي قسريا في السجون. على كل حال أنتم كناشطين كيف يمكن أن تسهموا في توعية المقاتلين في صفوف الشرعية بواجباتهم تجاه حقوق الإنسان؟ أعتقد أن المنظمات الموجودة على الأرض لديها تواصل مع بعض فصائل المقاومة بصورة أو بأخرى. أعتقد البيانات التي تصدر بين الفين والأخرى يعني ترصد سلطة الرقابة الشعبية المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت الآن في كل تليفون وفي كل يد، هل يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر بتوعية هؤلاء المقاومين
بما يجب عليهم من مراعاة لحقوق الإنسان؟ بالنهاية أنا أقول بالنهاية هنالك لا يمكن أن نقول أن هنالك عملية ممنهجة وتوجه عام من قبل قيادات في الصف الأول أو في الصف الثاني القيادة المقاومة بانتهاك حقوق الإنسان. لكن هنالك كما قلت لك انتهاكات كما نسميها نستطيع أن نقول من الذئاب المنفلتة، يعني بعض الأشخاص هم الذين يمارسون ربما بدون توجيهات أو بدافع الانتقام، ومع ذلك نحن نحسبها عبارة عن نحن نعتبرها انتهاك. هي مدانة بلا شك. على أعلى مستوياتها بالنهاية تظل انتهاكات يجب أن تدار ويجب أن ينبه لها قيادة المقاومة، لكن لا يوجد توقع عام، وبالتالي في الأماكن التي دخلت إليها المقاومة لم نرى تفجير بيوت بالمعنى الحقيقي للتفجير المقصود والممنهج، لم نرى عملية إدامات ميدانية ربما إلا النادرة أو في النادرة جدا، وبالتالي هي انتهاكات نحن نعتبرها بغض النظر، لكن هناك في المجمل العام هناك التزام كبير من قبل هذه الفصائل، وهؤلاء في النهاية مدنيون اضطروا لحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم دون تخطيط مسبق ودون كما ذكرنا إدراك تام لضوابط القتال والحروب وهذه التفاصيل. نعود للأستاذ ياسر لنسأل سؤال مهم يطرحه كثير من الناس، خاصة أولئك الذين يقفون في المنطقة الرمادية من الأحداث. كيف يمكن التفريق بين المقاومين كتشكيلات مدنية مقاتلة وبين الميليشيا المعتدية؟ في النهاية هذه كلها تشكيلات خارج سلطة القانون، كيف يمكن أن نرد على هؤلاء؟ هناك فرق واضح بين شخص حمل السلاح يدافع عن نفسه وماله ومدينته وبين شخص جاء معتديا عليك لحكمك بالقوة أو لسلبك حقك في الحياة أو لسلب نهب أموالك وغيره. هذا التفريق واضحا لكل من يستخدم عقله بمنطقية وإنصاف. هنا في تعز لم تذهب جماعات المقاومة إلى صعدة مثلا إلى صنعاء، لم تذهب غازية أو معتدية إلى منطقة نستطيع القول أنها إحدى معاقل جماعات الحوثي أو صالح، لكنهم يحاججون أن من بين المقاتلين في صفوف الميليشيا وقوى الانقلاب مواطنون من تعز كما رأينا في يعني مناطق عديدة منها جبل صبر وتلك المناطق، يعني هناك من يقف مع الميليشيا من أبناء تعز، وبالتالي ليس كل قوات الميليشيا قادمة من صنعاء وصعدة. نعم، هؤلاء المقاتلين وابناء تعز مع هذه الجماعات مع جماعة الحوثي وصالح تحديدا لم يكن ليفعلوا شيئا لولا وجود هذه الجماعة أو توابدها أو اعتدائها على محافظة تعز مثلا وتزويدهم بالسلاح. كان هناك تعايش وانسجام بين مكونات القبلية والاجتماعية في محافظة تعز، سواء في مديرية صبر كما التي يتعللون أو يتذرعون بأنهم قاتلون أي قاتل أبنائها معهم. هناك انسجام وتعايش حتى بدأت الاعتداءات التي مارستها جماعة الحوثي استقطبت إليها بعض الأفراد الموالية لهم، وهذا من حقها الطبيعي. هل فرق القانون اليمني أو الدولي بين هاتين الجماعتين بين هذين النوعين من حملة السلاح، أم أن الحالة يمنيا لا زالت يعني جديدة ولم تكن القوانين السابقة قد استوعبتها؟ أنا أتحدث عن التفريق القانوني. شروط أو معاهدة الحرب البرية إضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة اعتبر الدفاع عن النفس واجبا مشروعا أو حقا مشروعا، وفرقت اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة بين ما نسميه المنازعات الصراعات المسلحة الدولية والصراعات المسلحة الغير دولية. لا يتطبق على اليمن هو صراع مسلح غير دولي، طرفيه يمنيين جماعتين يمنيتين إحداهما سلطة شرعية والأخرى
استولت على سلطة مؤسسات الدولة وعاصمتها. نعم. إذا نحن أمام جماعتين، وإن كان بدعم إقليمي يعني، لكن هذا التفصيل خارج موضوعنا. وإن كان هذا الصراع بدعم إقليمي وشحن إقليمي وتخطيط ربما أيضا إقليمي، ننتقل إلى الأستاذ توفيق لنسأل، هل نظم القانون أو تطرق إلى مسألة عودة الصفة المدنية لهؤلاء المقاتلين بعد انتهاء الصراع، أو حتى في حال أراد بعضهم الاكتفاء بدوره إلى يعني تاريخ زمني معين، هل نظم القانون يعني عودة الصفة المدنية إليهم؟ هل يتحول إلى مدني خالص وكيف؟ نعم أخي الكريم، هنالك أنا أعتقد أنه بمجرد وضع هذا الإنشال، وضع أي المواطن للسلاح وانخراطه في الحياة المدنية، تحول إلى مواطنا يعني يكتسب الصفة المدنية مباشرة ويصبح له كافة الحقوق المدنية المنصوص عليها في القانون. نعم. سواء المحلي أو الدولي. هنالك تساؤلات أيضا تثار عميقة أحيانا في حالة المواطن المدني أو المقاتل المدني الذي انخرط في صفوف أحد الجماعات المقاتلة، في حالة أنه نزل إلى ذهب لزيارة أهله تاركا سلاحه في الجبهة، ثم في اعتقل في الطريق أو من بين أهله دون أن يكون ممارسا لأي أعمال عسكرية. يعني في حالة هذا في حالة إجازة، هذا مقاتل في حالة إجازة يعني. نعم، أنا أريد أن أقول لك أنه حتى في حالة الإجازة هنالك، هل يكتسب الصفة، هل يعامل كأسير حرب أم يعامل كمدني؟ بمعنى حتى لحظة القبض عليه، حتى في لحظة القبض، ما بالك. نعم. في حالة أن هذا الشخص يترك السلاح أو يترك. نعم. العمل المسلح مباشرة وينتقل للعمل المدني، هنا يكتسب كافة الصفة، لأن القانون يسعى إلى تشجيع يكتسب على ترك السلاح، يكتسب كافة يعني الصفة المدنية الخالصة حتى وإن كان فقط في حالة إجازة. في حالة، وهناك تساؤلات أيضا، ما حكم الذين يقدمون دعما لوجستيا كالطباخين كالمعالجين كذا؟ فبالتالي القانون يسعى إلى توسعة الجانب المدني قدر الإمكان وتضييق الجانب المسلح قدر الإمكان، بمعنى أنه يفتح المجال واسعا أمام الناس لترك السلاح الجانب المسلح لصالح الجانب المدني، لأنه الطغيان أو الطريقة الأخرى الطريقة الأخرى وهي الانخراط كمجند نظامي ضمن قوات. نعم. الجيش الوطني، هذا بالنسبة للمدنيين المقاومين، أليس كذلك؟ نعم. وبالتالي مجرد أن تترك الحرب أوزارها أو يتركون هؤلاء السلاح ولا ينضموا لفصل معين، يتحول لشخص مدني له كافة الحقوق محمي بموجب القانون الدولي والقانون المحلي. نعم. نعود إلى الأستاذ ياسر لسؤال أخير، وهو في حالة عودة هؤلاء المدنيين للانخراط في حياتهم الطبيعية وترك السلاح، ماذا عن مخالفات أو مخالفاتهم أثناء قيامهم بالعمل المسلح؟ هل تسقط أم ما هو الوضع القانوني لتلك المخالفات إذا ما تم إثباتها على شخص معين؟ دعني أكمل الفكرة. التفرقة بين النزاع المسلح الدولي والغير دولي في الإجابة على السؤال السابق، قلت أن ما ينطبق على النزاع المسلح في اليمن هو نزاع مسلح غير دولي بين جماعتين مسلحتين أو طرفين مسلحين، إحداهما يتمثل بالشرعية والآخر يتمثل بجماعة استولت على سلطات الدولة. إذا نحن أمام التزامات وواجبات لكلا الطرفين، التزامات باحترام قوانين، التزامات بعدم التعدي على القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وواجبات بمعاملتهم في حالات الأسر أو الاعتقال وغيره. لكن السبب في هذا الصراع هو استيلاء جماعة الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة. هنا التفرقة في سبب الحرب أولا هي على هذا الأساس. بالنسبة لسؤالك، في حالة ما عاد هؤلاء المحاربين إلى حياتهم الطبيعية أو المدنية، يصبحوا في حكم المدنيين الذين وكل المعاملات المدنية تنطبق عليهم. لكن
كل الجرائم التي ارتكبها أحد هؤلاء أو قياداتهم ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، سواء تحولوا إلى عادوا إلى وضعهم الطبيعي بدريين أو استمروا في التشكيلات العسكرية. الجرائم التي ترتكب في النزاعات المسلحة لا تسقط بالتقادم، هناك اتفاقية خاصة بعدم تقادم الجرائم الحرب. نعم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سواء كان مرتكبها بدريا أو عسكريا، لكننا نتكلم عن وضعيات ما هي واجباته أو حقوقه في حال ما عاد إلى وضعه الطبيعي كبدري، فهنا يصبح لهذا البدري حقوقه البدرية العامة، انخراطي في الحياة العامة، انخراطي في الحياة الاجتماعية البدرية والسياسية، فلا يحق لأي شخص مساءلته أو محاسبته إلا بموجب اتهام جنائي عبر وفق الإجراءات المتعارف عليها في هذه الحالة. كلمة أخيرة نتركها للمحامي توفيق الحميدي، أو رسالة إذا ما أردت أن توجهها حول التوعية بالحقوق بالنسبة للمقاومين وقياداتهم. الرسالة واضحة، الالتزام بأخلاقية الحرب سواء على المستوى الإسلامي أو على المستوى الدولي، دائما يجب أن يكون هنالك لديهم خبراء خاصة في القانون الدولي من المحامين من الحقوقيين. نعم. أعتى الجيوش الموجودة اليوم في العالم لا يمكن أن تتحرك إلا بموجب فتوى قانونية غالبا يشرف عليها محامون ومستشارون قانونيون. أنا أدعو هذه اللجنة إلى وهذه المقاومة المدنية وأدعو قيادتها بشكل خاص إلى الاستشارة والاستفادة من الكفاءات. نعم. القانونية والحقوقية من أجل تجنب الوقوع في الأخطاء المتعلقة والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي النهاية هذه المآسي أستاذ توفيق من فرضها هو من فرض الحرب، هو من فرض على المدرس وعلى الطالب وعلى العامل وعلى الفلاح ترك حياته واللجوء إلى السلاح وإلى المتارس وإلى القتال. أشكركما ضيفي الكريمين. مشاهدي الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أم ماجد المخلافي تم الرصد، في أمان الله.